الجمهور ديالي اللي محبي اللاعب كاماتشو، تلاحظوا معايا واحد متحف غريب من نوعه. هذا القميص ديال اللاعب كاماتشو، حدا عبد الجليل كاماتشو، 98 فرنسا. ذكريات جميله، ذكريات خلق العاده. هذا الحذاء عندي قديم من 93 94 ديال البطوله، ماركيت فيه تقريبا 15 الهدف في 94، 95 كذلك 16 الهدف. يعني ذكريات جميلة. عندي هذا القميص، هذا لعبت فيه في التسكريم ديال أحمد جميل، هو لضد ديالها في السعودية، الفرق اللي لعبت معاهم في داخل المغرب وخارج المغرب، هذه تونس، السعودية، قطر، هذه ديال فرنسا، لكوب ديمون، إقصائية كأس إفريقيا، مالي، نيجيريا. أغلى ما كاين عندي في حياتي وهو الوسام الملكي من يد المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه. هنايا التسليم ديال الوسام الملكي. الميداليات اللي حرزت عليها وانا كنت صغير تلعب في الاحياء الشعبيه، من الاحياء الشعبيه منها مشيت للاحتراف، الديار السعوديه اللي فزت معهم ثلاث الالقاب، كاس الملك وكاس الاتحاد وكاس ولي العهد، كذلك ميداليات اللي تعطاتنا في هديه من الجامعة العربية اللي كانت في مونديال فرنسا. اللاعبين أنا ذاك في 98 كما تلاحظوا، فريق الوطني، كما تنقول فريق وطني معنى الكلمة، من الروسي، العراقي، الوكيلي، السلامي، شيبة، حجي، العزوزي، الطاهر، فرتوت، زريندو، شيبو، خليف، بن زكري الله يرحمه، برازي، الحضريوي، أبرامي، حبابي، صابر، النبت، باسير، رغيب، اللاعب كاماتشو. التونيات اللي كنا تنلعبو مع الفرق أو المنتخبات تنبدلو التونيات في ميطا أو في نهاية المباراة. من الذكريات عندي توني ديال رونالدو في الإسبان لما لعبنا مباراة ديال كوب دو راي خيخون مع ريال مدريد، وكان ذاك هو في الفيستيار، تبادلنا ديك الساعة التونيات تيبقاو في التاريخ. من الذكريات اللي بقات في الذهن ديالي وهي تيهضر معايا اوري ميشيل في المسائل التقنيه والخطه اللي كنا تنطبقوها بيني وبين باسير وسيبو والطاهر، بان سفنا لالين ديال المنتخب ديال النرويج يلعب خطه الاورجو، حنا استغلينا هذيك الفرصه وعملنا التاكتيك اللي قلبناه في المباراه. كذلك هذه بعد مباراة ديال اسكتلندا اللي كنا فايزين بها 3-0، في المباراة تعلمنا بان البرازيل خاسرة، ولما خسرت البرازيل وبقينا ما نتأهلوا في الدور الثاني، وفي ديك اللحظة الدموع ديالي هبطوا بدون شعور. مباراة ضد البرازيل المباراة الثانية، ولكني كانوا لاعبين في المستوى، وهذه الصورة هذه بقات حكيكاك مع هذا النجم الكبير اللاعب ريفالدو. كما عرفتوا دابا انتم حياتي ها هي
الوالده حدايا، هنا في تنتريني، هنا في تنكون اغلبيه الوقت ديالي معها. الحمد لله، اللهم لك الحمد وليدي. والخير فيما اختاره الله. اي سبحان الله، وسبحان الله. الحمد لله انا في دار الوالده ونعيش حياه عاديه بحالي بحال الناس. اللهم لك الحمد، هذا هو خير طير. واللي مرضي الوالدين عمره ما يخاف كما تيقولوا، ها الربح هو راس المال. اي اللهم لك الحمد، الله يرضى عليكم. الربح هو راس المال. انتم وليداتي. الله يحفظك، بارك الله فيك. وليداتي ويخليكم صحتكم.